ذهبت إلى حديقة الحيوان لرؤية الأفيال قبل إغلاقها مباشرة، ولكن نظراً لتأخر الوقت، كانت الأفيال في الحظيرة في الخلف. يحتوي العلبة على جدران زجاجية حتى تتمكن من رؤية الداخل. عندما ذهبت إلى هناك، رأيت الفيلة تأكل. كان أحد الأفيال يمسك التبن بخرطومه وينقر بلطف على حارس الحديقة في الأسفل. قام حارس الحديقة بإشارة تبدو وكأنها تقول: حسناً، تفضل، وتناول الطعام. فهز الفيل خرطومه وأحضر الطعام إلى فمه، وكرر ذلك عدة مرات. لقد كان لطيفاً جداً لدرجة أنه جعلني ابتسم. وبجانبي، كانت أم وطفلها الصغير يراقبان الفيل أيضاً. قامت الأم بإعداد الكاميرا الخاصة بها لالتقاط صورة، وقد لاحظ حارس الحديقة ذلك. ربت على ظهر الفيل عدة مرات وأشار نحو الكاميرا، ثم تحول الفيل لمواجهة الكاميرا. لقد تأثرنا أنا وأمي بشدة بهذا الأمر، وابتسمت وهي تلتقط الصورة. وبينما كان الصبي على وشك المغادرة، لوح بيده للفيل وقال: وداعا. لاحظ حارس الحديقة ذلك وأشار إلى الفيل. استدار الفيل نحو الصبي مرة أخرى وهز خرطومه. بدا أن الصبي يحب الفيلة وكان سعيدا جدا.